إلى البورصة المصرية والتي أنهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول ضعيفة. وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق بذلك عند مستوى 635.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9612 نقطة وأغلق عند 9439 نقطة منخفض بنسبة 1.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1800 نقطة وأغلق عند 1778 نقطة متراجع بنسبة 1.21%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2661 نقطة ليغلق عند 2629 نقطة منخفض بنسبة 1.21%.